كثيرة هي الأشياء التي حولنا، لكن هناك من يبحث في تفاصيلها ويراها بشكل مختلف ليستوحي منها فكرة. فكرة تحاول جاهداً أن تصفها بكلمات وأن تجعلها من تتحدث، وأصعبها دائماً أول كلمة. كلمة تدور في رؤية لصورة تجسد واقعاً وتسرد قولاً وتحكي قصة. قصة ترويها عدسة وعين تختار كل اللقطات بدقة. دقة لصوت يكمل صورة ويتقن عملا. فكرة فكلمة لرؤية وعين يصفها صوت، ولك أنت دورك الآن. أبدع، إبداعك يستحق التكريم. للاستفسار زوروا موقع الجائزة.